طبعا اكتشفت البيت فيه مشاكل، في عمار بالبيت، في ذبح لغير الله حصلته فوق السطح. طبعا اكتشفته صدفة، كنت أقوم الليل بالبقرة فسمعت الصياح مرة وريحة دخان، صيحة قوية جدا. لما طلعت قطعت الصلاة، طبعا رعب الوضع، رعب. حاولت أروح أشوف في حريقة، ممكن ناسي غاز أو شيء، ما في شيء. ثاني يوم جبت معاي عامل على أساس نطلع للسطح، يطلع معايا للسطح. لقيت عظام، ولقيت هيكل عظمي، ولقيت رأس طير كان مقطوع ومحروق بنفس الوقت. سيارتي مرشوش عليها حاجة أسود، رشة سوداء، الباب طلاسم عليه، ما أدري وش. اللهم صل على محمد. طبعا الحمد لله الآن يعني وضعنا خلاص، هي عرفت الوضع الآن، عرفت إن الوضع مو طبيعي، فتقرأ بقرة الحمد لله، وأنا أقرأ بقرة من فضل الله. يعني مثلا الرش السوداء على الشباك غرفة النوم. طبعا الناس يعني هذه من ضمن الناس، زوجتي كانوا يعتبروني اني جنيت. اي لا يعني يقولون يخيل لك. لكني انا اشوف شيء مو حتى رأوا هذه الصور يتأكدوا. لا لا لا، الصور هذه اصلا يقولون هذه عادية طبيعية جدا. كيف طبيعية؟ في السواد واضح. هم يقولون طبيعية، وكين السواد واضح. إيه. لأن الشباك بالأبيض. إيه. سباغة بيضاء والرش بالأسود. ما كانوا، كنت لحالي بعد الله ونعيم ربيع معاي بالمقاطع. سبحان الله، في جلس يعني في أمور ربانية جالسة تصير. يعني أنت جالس تنزل مقاطع بالوقت اللي أنا تحتاجها. أحتاجها بالضبط. ما شاء الله. والله الذي رفع سبع سماوات. فهمت عليك. والحمد لله على كل حال الآن. وجدت هيكل عظمي. نعم الحين بسببك سوالتك. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا مشايخ السعودية مع كامل الأسف ما يعرفون الحاجات هذه. ما يعرفون الحاجات هذه. أنا رحت الواحد من أشهر رقاط جدة، يعني نحسبه والله حسيبه، الرجل مجتهد وكذا، وقرأ علي، قال لي خبرة 25 سنة ما فيك شيء. أنا أعرف إن العلة خفية عندي، عندي تعطيل شيء مو طبيعي. هذه السيارة مرشوش عليها رشة سوداء، فهمت علي؟ بطني يقول، قلت إيش فيك؟ أنا خفت. قال خلاص أنا ما أبغى أشتغل عندك. قلت له تعال، أنا معاي مي زمزم ومعاي بخاخ على أساس أبغى ملح، كله قاري عليه كله. اي طلع، قلت انا خلاص يا حياه يا موت، ما فيه. وانا افتح السطح، لما فتحت السطح اقسم بالله الذي رفع سبع سماوات، السطح كله ريحه الدخان اللي البارح انا شميته. عندك يلا سيدي. بالمنام طبعا اجتهدت على حالي وكذا، بالمنام شياطين طيارة تجي للبيت، حطيت كاميرات، طبعا كاميرات حطيت، يجيني وقت المنام. ففي مقاطع لك الله يجزاك خير ويرفع قدرك، في سلسلة سلاسل، سلسلة الرزق، سلسلة وعظ العمار وكذا، والله الذي رفع سبع سماوات، انهم يعني صحيت بيوم من الايام كذا فيه اثنين يتكلمون لغه اجنبيه، هل هم احباش، هل هم مجوس، هل هم ما اعرف، لكن لغه ما اعرف، خنقوني. انا صحيت من النوم يعني طلعت برا من هنا الى الشارع، كأن الغرفه ما فيها اكسجين والله العظيم. خلني اوريك الطيار، يعني فصل شبكة النت، شبكة النت تفصل علي،
الكاميرات مين شغالة. ف كيف رحت اخذت المودم المحل النت وما نت، قال لي اخي الكريم في شخص مغير اعدادات ضبط مصنع. قلت له يا اخي بيتي ما في غير انا، والله ما في غير انا، حتى زوجتي يعني كانت زعلانة عندها لا وكذا، ما في غير انا بالبيت، انا اعرف انهم هم، ولكن الحمد لله مقاطعك التلبية والتكبيرات انهتهم تماما فضل الله تعالى، ثم فضل والله ما ننساك من الدنيا. الله فيك، الله المستعان. يا ريت تطلع على المقاطع هذه كلها فترة النوم الان راح تشوف الكاميرات، كاميرات المراقبة. شيء يتحرك والله، شيء يتحرك اخي ابو معاذ انت. اي نعم ابو معاذ، يعني احد الليالي قمت ال كاميرات مراقبه سجلت الجين يتحرك. لا وفي واحد يمشي الحين شوي تشوفه يمشي. احد الليالي قمت الليل بالبقره، ثاني يوم جو طيارين اثنين جايين ورا بعض بسرعة الحين تشوفهم. أخي أبو معاذ كلها فترة النوم في الليل. لا الصباح ليش؟ لاني انا انام الصباح، انام بعد صلاه الفجر. علينا الشمس الشروق هي ظاهره هنا. ايوه ايوه وراح تلاحظ الساعه كم، 9:10 7 أيوة. 4 ايوه هذه كلها اكون نايم انا. لا فيها 9 ودقيقتين ايوه بالضبط اكون نايم انا. يجون 9 دقيقتين وين؟ عندك شياطين الصحراء انت في البيت والله. لان هذا نفس البقعة السوداء اللي عند الحائط هي اللي على السيارة. بالضبط بالضبط، لكن مو بس الشبك حق الشباك، حتى جدول الحيط في الحائط. لا نفس القزاز، الزجاج مرشوش كله اسود، نفس الزجاج غرفة حتى النار. الارض نفع في الأرض. أيوة بالضبط. شوف شيء خطير. طيب كم سنة وأنت على هذا الحال؟ تونا سكن من البيت تقريبا 4 سنوات. لا قبل السكن أن تسكن في هذه الشقة كانت الأمر عادي جدا. كان عادي جدا. يعني هذه الشقة هي سبب المشاكل. جلسنا فيها سنة ما في شيء. يعني الشقة مسكونة؟ لا ما كان فيها شيء أخي. أيوة طيب. لكن جاء جيران سكنوا عندنا جيران، وكنت مرتاب سبحان الله من الجار هذا. أيوة يعني كان يعني أول ما سكن برمضان في العشر الأواخر تتصل علي زوجتي تقول أنت اللي فتحت الباب، يبغى يدخل على زوجتي الجار. الجار شايف الباب هذا اللي قبل شوي؟ الباب هذا باب شقتهم، هو كان ساكن تحت وانا بالدور الثاني، فهذا الباب خطأ هندسي بالشقة، الباب هذا يطلع للدور الثاني باب الصالون حقهم. فلما نسافر انا وزوجتي القى الوضع مو طبيعي ببيتي، فهمت علي؟ كنت مرتاب جدا من الشخص هذا. يعني احد الايام في ايام الكورونا طلعت انا وزوجتي لامي مسافه قريبه، رجعت يعني ما جلسنا عند امي يمكن 40-45 دقيقه. والله العظيم لما رجعت المدخل هذا اللي تشوف فيه الطيارين هذه، المدخل هذا مغرق تغرق
ريحة بحياتي ما شميت مثلها، فتوقعت إني مشموم لا سمح الله. يعني شيء لا يعقل، ريحة ما هي طبيعية، ليش يعني مكتومة كتم. لما مشينا سيارتي كانت موجودة، لما جينا رجعنا أنا والمدام من أمي ما هي موجودة السيارة. واضح. وش الأعراض عند الزوجة؟ عندها حسد، عندها أصابتها الغدة الدرقية في نفس البيت هذا. العلاقة بينكم جيدة؟ الآن جدا جيدة الحمد لله. الحمد لله. عندها أحلام بالليل؟ ها؟ إيه؟ شو الأحلام؟ أحلامها مبشرة كلها. قول كل. كل الأحلام. البارح حلمت بشرطة. أيوة. كأنه يبغى يعني يقبض على واحد، أو كان يجي أمر بالشارع ووقفني، كان بي لا يعني جالسين يبغون يطلقون على واحد. طيب وقبل يعني شو الأحلام اللي تشوفي؟ في حيوانات، في قتال، في أصحاب، في أشخاص معينة؟ أنت ذكرتني، أنا رأيت رؤيا إني ذبحت نفس الباب هذا اللي يقولك عليه، سكرت على جناح غراب كبير أسود، شيء مو طبيعي من كبره، سكرت على جناحه، ولما طلعت للجهة الثانية الجناح بالجهة المقابلة كأنها أرض خلاء، وكأنني منتش يعني مبسوط إني ذبحت الغراب هذا. واضح. شو العلاقة اللي عندك أنت الآن في الحياة؟ المشاكل اللي تجد، مشاكل أي مصلحة، أبغى أدخل مشروع، أبغى أدخل يعني أوقف على رجلي شوي، ما يتعطل فجأة. دائما عندي محق للمال. لما تسمع الرقية شو يصير معك؟ في رقية لك، اللهم صل على محمد، رقية موجودة عندي والله، حتى حافظ الدقايق اللي فعلا أثرت فيني، اللي هي عمار اللهم صل على محمد، جميلة جدا. خارج البدن، رقية خارج البدن هي اللي بدت يعني من شهر ونص أو شهرين بدت تأثر فيني. خارج البدن. طيب تمدد انت وزوجتك هنا. بسم الله. بسم الله الله. بسم الله. لا حتى انت تمدد وتغطيها بهذا الغطاء. بسم الله الله. يا بسم الله جزاك الله خير. ارفع التوحيد. ضع يدك في الارض حتى ما تتعب هكذا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
نسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وفضله وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يفك القيود داخل البدن وخارجه. وأسأل الله تعالى أن تبطل كل عين ونفس وحسد ونظرة وسحر. وأسأل الله جل وعلا أن يشفي الأبدان من عرها وأسقامها وأمراضها وتعطيلها ومن خدام وحراس وأبارس كبار عليها. نسأل الله جل وعلا أن يصب على القلوب والأفئدة والصدور الإيمان صبا صبا والهداية صبا صبا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، تعلم سبحانك من اختفى وتوارى داخلها وحولها وخارجها، وأنت رب القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وسبحانك ما أجلك وما أعظمك، أنت الذي أقدرتهم وخلقتهم وصورتهم وشكلتهم، وأنت الله لا إله إلا أنت، فكفى بك كفيلا ووكيلا ورقيبا وحسيبا وشهيدا وناصرا. فنسمع كل جني توارى في البدن سنين، عطل وأمرض وعذب وأحزن سنين، بالعين تاره وبالحز تاره وبالأسحار الأخرى تاره، إلى كل شيطان مارد أو ساحر، وإلى كل ملك تعلق بالقلب والفؤاد أو بالجمال والقوام، وإلى كل من ركن إلى الأبدان تلاعب بها آذاها وعذبها وانتشى بنصر وفوز عليها. فإليكم جميعا خداما داخل البدن وخارجه، اسمعوا جميعا، قال الله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإلى كل من قيد اليدين وقيد القدمين وقيد الرقابة، إلى كل من صفد وأحكم العقد على الأبدان، إني سامعك وإني مسمعك، فاسمع واعلم، واعلم أن الله جل وعلا يعلم ويرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فاعلم أن ما يجول الآن فينا ندعوك إلى دين هو دين الحق ارتضاه الله تعالى، الحق المبين لنفسه ولغيره. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إلى كل من طار بسواد وبظلمة وبتعطيل وبأمراض وأحزان، إلى كل شيطان مال طيار أو عفريت طيار أو ملك طيار أو ساحر طيار، إلى كل من جاء بأسحار شتى غايتها تعذيب وهم وغم وحزان، أنب إلى الله سبحانه وتعالى. إلى كل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إلى كل من يحاربون الصلاة والصيام والخيام والقبلة وطاعة الرحمن، إلى كل من تفننوا في الذبح والدم والعقد والسواد والأسحار، إليكم خدام الصحاري والجبال والرمال أو الأودية والأنهار والبحار، إليكم يا من لا ترقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إليكم وأنتم أنتم على الأبدان وحولها وخارجها. لقد أسمعكم بإذن الله تعالى كلاما هو كلام الحق جل في علا، كلام لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا أسمعكم القرآن، فأسلموا لله عز وجل، واعلموا أن الله ناصرنا. فأنتم من جاء بظلم، أنتم من جاء بظلم، والظلم يرفع ويزال، والظلم ظلمات يوم القيامة. اسمع واعلم، إلى كل شيطان تفور وتصول حول البدن عشقا وحبا، وإلى كل من تركن إليه في غفلة عشقا وحبا، وإلى كل من سكنت وعقدت عشقا وحبا، وإلى كل من جاءت بالعين والنظرة عشقا وحبا، وإلى كل عاشق متيم، إلى كل عاشق مكبل، إلى كل عاشق متيم، وإلى كل عاشق مكبل. اسمع واعلم أن الله تعالى يسمعك، إن الله جل وعلا يراك، واعلم أنك ظالم للبصر وظالم للبصيرة، واعلم أنك ظالم للصدر وظالم للفؤاد، واعلم أنك ظالم للجمال والحسن والقوام، وظالم للاستقامة للكلام، وظالم للإيمان والاستقامة. واعلم أن الله يجليك أيها لا أرجو أن أقولها ولا أقولها خبيث. وأسأل الله تعالى أن يطيب نفسك وأنفاسك وقولك وكلامك وسيرك بفضل الله تعالى،
وهو الله القادر على كل شيء. اعلم يا من تلقى الآلة في الصدر في نفاسات في أنفاس وفي دقات، اعلم أن الله تعالى يرى، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: وجاءوا بسحر عظيم، سحرة من الجن وسحرة من الإنس، سحرة من الإنس وسحرة من الجن وسحرة من الشياطين وسحرة من الأبارسة. أسحارهم عظيمة ظنت أنها لن تغلب ولن تزل. اسمع أيها الساحر، واسمعي أيتها الساحرة، واسمعوا جميعا، جئتم بأسحار على البيت، جئتم بأسحار على البيت، جئتم بأسحار على البيت لتملكه ولهجرانه وخرابه ودماره، جئتم بأسحار شتى على البيت، بأسحار شتى على البيت، أسحار عدوانية وانتقامية، جئتم بأسحار عظيمة على البيت للتحكم في العقول والقلوب والأفئدة والأبدان، جئتم بأسحار على البيت، بأسحار على البيت، على المال والبيت، على المال والبيت، على الزوج والبيت، على الزوجة والبيت، عمارا وخداما وحراسا وأعوانا، عمارا وخداما وحراسا وأعوانا، خارج الأبدان، خارج الأبدان، حول الأبدان، داخل الأبدان، على البيت. فاسمع أيها الكبير إلى كل من طار كبيرا، إلى كل من طار كبيرا، إلى كل طائر أسود كبير، إلى كل طائر أسود كبير، أنت من بدأ النزال والقتال، أنت من أعلنها حرب، فكانت بفضل الله ضربات، بالرقية والقرآن، بالموعظة والبيان، برحمة من الله جل وعلا. جل الله تعالى طيفك، وجل الله تعالى أحوالك وأسحارك، وجل الله تعالى شكلك وأشكالك، وجل الله تعالى خدامك وحراسك وأعوانك، وأنت كنت عليهم على البيت كبير، بالأجنحة كبير، وبالسواد كبير، وبالغوص كبير، وبالطيران كبير، وبالجند كبير، عند شروق كبير، وعند غروب كبير. فاسمع واعلم، فاسمع واعلم، أنادي كل كبير على البدن وحوله، وعلى الأبدان وحولها، معها حيثما حلت وحيثما ارتحلت، وخدامه على البيت لا زالوا، خدامه على حيطان البيت لا زالوا، وعلى جدران البيت لا زالوا، وعلى أفنية البيت لا زالوا، في كل حوش لا زالوا، وفي كل نهر في كل واد لا زالوا، على الباب، على الأعتاب، على الجدران، على السيارات لا زالوا، خدامك يسمعوا بينكم وبينهم اتصال، اتصال عظيم، وسر عظيم، وسر عظيم، وأسحار عظيمة، وأنت الكار، وأنت الكبير العظيم، وأنت الكبير العظيم، خارج البدن، خارج البدن، قيدت قيودا عظيمة لا ترى، وأقفال عظيمة لا ترى، وأسحار عظيمة لا ترى، وحبال عظيمة لا ترى، وسواد عظيم لا يرى، أسفل القدم، أسفل القدم، على الساق، على باطن اليد، على الكف، على الذراع، على الوجه، على القلب، على الصدر، لعدم قبول وعدم ملك وجمال في كلام، وعدم بركة في عمل ومال، جئت لسواد وكساد وضوار، وأنت تسمع قلة وذلة وهيات ومهات وصغار. أيها الخادم الكبير، أيها الساحر الكبير، أيها الإبليس الكبير، أيها الشيطان الكبير، أيها الملك الكبير، أيها الطيار الكبير، أيها الغراب الكبير، أيها الغواص الكبير، اسمع واعلم، اسمع واعلم، اسمع واعلم. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الشيطان، شيطان، 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 سحرك عظيم، شيطان، 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 سحرك عظيم. فحصنت، فحصنت حتى لا تؤذى بالقرآن، فحصنت حتى لا تؤذى بالقرآن، فحصنت حتى لا تؤذى بالقرآن، وأنت على الصدر، وأنت على القلب، وأنت على العينين، وأنت على العقل والفهم، وأنت صاحب التيجان والصولجان. فاسمع واعلم كبير، ملك كبير، ملك كبير، ساحر كبير، ملك كبير، ساحر كبير، خادم دمي، ساحر دمي، سافك دمي، شارب دمي، بالدم، 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 على اسمه وآثاره، على اسمه وسهوليته، على اسمه وسلالته، على اسمه وزوجه، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، على الزواج، على الزواج، على الزواج، في البيت، في البيت، في البيت، على العمل، على المال، على الأبناء. فاسمع ولم، خادم، 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 ساحر كبير، على البيت خدام عمار، على البيت خدام وعمار، على البيت خدام وعمار، وعلى الأبدان خدام وعمار، صحاب، صحاب، صحاب كبار، صحاب كبار، حراس كبار، صحاب كبار، حراس كبار. فاسمعوا واعلموا، بسم الله تفك قيود، قيود الذراعين واليدين، قيود الذراعين واليدين، قيود الذراعين واليدين، قيود الرقاب، 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 فك الرقاب، فك الرقاب، فك الرقاب، بسم الله.
قيود الفخذين والساقين والقدمين بسم الله تزال 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 في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء قيود عظيمة وأسحار عظيمة قيود عظيمة وأسحار عظيمة قيود عظيمة وأسحار عظيمة فاسمع ولم كبيرهم 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 فاسمع واعلم كبيرهم 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 فاسمع واعلم عاشق كبير عاشق كبيرة عاشق كبير عاشق كبيرة ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير خدام الأسحار المتينة والقوية المرصودة المرصودة النجمية والكوكبية والقمرية فاسمع واعلم فاسمع واعلم إلى كل خادم جاء بأسحار على طيف على طيف على شبح على طائر إلى كل من جاءوا بأسحار في شروق وغروبة إلى كل من جاءوا بأسحار إلى كل من جاءوا بأسحار خدام 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 جلاهم الله خدام 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 جلاهم الله جلاهم الله سحر 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 شداد سحر شداد سحر شداد سحر سحر شداد سحر شداد سحر شداد جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله سحر شداد سحر شداد سحر شداد سحر شداد سحر شداد سحر شداد جلاهم الله سحرهم عظيم فراق لطلاق لعداوة لبغضاء سحرهم عظيم شوث إعراب سحرهم عظيم 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 خدام أقوياء خدام أقوياء حراس 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 أقوياء شياطين سحر شياطين سحر شياطين سحر شياطين سحر جلاهم الله شياطين سحر شياطين سحر جلاهم الله شياطين 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 سحر شياطين 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 سحر ليتحاكم في العقول والقلوب 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 شيطان ساحر 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 عظيم شيطان 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 ساحر عظيم شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان 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 ساحر 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 على القلب ساحر على الصبر 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 ساحر شياطين سحر شدة شياطين سحر قوية شياطين سحر شدة شياطين سحر قوية لتعطيل كل شيء 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 شياطين 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 سحرة. أول نقطة هو أن الأبدان كلها مريضة. طيب أختي عقلت أختي تتذكري كل شيء صح؟ تتذكري الآن النفس في البطن صح؟ تتذكري ماذا حصل؟ نفس في البطن تتذكري قوة ما تحكمي فيها؟ لا. طيب جيد يلا تمدي رفع التوحيد. طيب إذا ليس حسد هناك خدام أصحاب ليس خارج البدن حتى داخل البدن مفهوم؟ يلا شوف كرروا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر قوي غمضوا عينكم قوة بسم الله يحرق كل شيطان ساحر قوي يلا قوة يلا هناك شيطان داخل الأبدان يلا يرفع الصوت قوة 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 اتوقفوا شيء كرر 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 والنعمه لك والمن لا شريك لك لبيك الله
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ولا إله غيرك الله أكبر من كل شيطان حاسد الله أكبر من كل شيطان حاسد عقدوه بحسد عظيم عقدوه بحسد عظيم سكن بحسد عظيم توارى بحسد عظيم أوكل بحسد عظيم عذب بحسد عظيم أمرض بحسد عظيم شعبان عظيم شيطان عظيم ساحر حاسد من الإنس حاسد من الجان على الأبناء حاسدة على البيت حاسدة ساحر حاسدة
حاسده من الإنس حاسده من الجان حاسده شيطان حاسده على الزوج حاسده في الزوج حاسده على الزوجة حاسده في الزوج حاسده شيطان 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 حاسده على المال حاسده في مال الزوج حاسده في مال الزوج حاسده في دين الزوج حاسده في قوم الزوج حاسده على المال حاسده على عمل الزوج حاسده في تجارة الزوج حاسده في كسب الزوج حاسده في بيت الزوج حاسده شيطان 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 حاسده شيطان 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 حاسده بين الأزواج حاسده بين الزوجين حاسده في القلب حاسده في القلبين حاسده في العقل حاسده في العقلين حاسده في العقول حاسده حاسده شيطان 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 حاسده للتفريق حاسده للشتات حاسده للهموم حاسده شيطان 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 سحره عظيم شيطان 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 حسنه عظيم شيطان 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 عشقه عظيم شيطان 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 كفره عظيم شيطان 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 عبده عظيم شيطان 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 حاسده في الصدر حاسده في القلب حاسده في البطن حاسده في الأحشان حاسده في الرحم حاسده عاشق حاسده عاشق حاسده عاشق حاسده شيطان 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 حاسده شيطان 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 حاسده فيا حاسد خلاص حاسد فيا حاسد خلاص حاسد سبان شيطان 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 سبان 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 شيطان سبان 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 شيطان سبان 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 شيطان 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 ساحر 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 عظيم ساحر ساحر مبين ساحر ساحر عظيم ساحر ساحر مبين سبان 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 شيطان سبان 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 شيطان سبان 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 شيطان إن الله تعالى قال سبحانه جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأبارسة الكفر بسوادها وأسحارها عبدت نجوما وكواكبا وشياطين وأبارسة وسحر شداد حصنتها بأسحارها وبظلمة حسدها وأنفاسها وهي على الأبدان كي توقع فيها ما توقع بوعود كفرية وشيطانية فجلاها الله تعالى في أنفاسها وصدرها فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين إن الأبدان عليكم حرام والدماء عليكم حرام والأعراض عليكم حرام والأموال عليكم حرام فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإياكم والظلم وإياكم والأذى وإياكم والمحق وإياكم والتمريض وإياكم والتفريق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من